هنتكلم في الاول على الباك اب، خلاص باك اب وانواعه. دخلنا على داتابيز مثلا نورث ويند دي، كم نوع باك؟ هنقول دلوقتي يا حبيبي، هنقول دلوقتي صبرا عليا، انا ما قلتش غير كلمه باك اب. تقول لي كم نوع؟ لسه ما نطقتش غير كلمه باك اب. انا بتكلم في الثانيه خلاص كلمه، ما تطلبش مني اتكلم اكتر من كده في الثانيه. خلاص وقفت على نورث ويند دي وقلت من تاسكس واخترت نوع اسمه ايه؟ باك اب. حلوه، ادي الباك اب تايب، انواع الباك اب. خلاص كده قال لي انت تختار اند بيز، شغل اند بيز نورث ويند دي. قال لي في عندي كذا نوع من انواع الايه؟ الباك اب. هم في الاساس يعني في يعني نوعين اساسيين، في نوعين ايه؟ اساسيين. النوع الاولاني اسمه فول باك اب، والنوع الثاني اسمه ديفرنشال باك اب، وساعات نطلق عليه انكريمنتال باك اب. خلاص انكريمنتال او ديفرنشال يطلق له يعني نفس المعنى. فلو جيت بصيت في اخر صفحه عندك خالص خالص في الكراسه بالمره، اخر صفحه خالص، طبعا ممكن على فكره ممكن تخش على مواقع تلاقيهم مقسمينها لوجيكالي بقى انواع اكتر وقصص بقى، قصه تصنيفيه تصنيفيه بشكل نظري. هقول لك ايه الفرق ما بينهم، برضو فرق يعني نظري، هقول لك معناه ايه. خلاص بص معايا، هتلاقي ايه الفول باك اب. انت شغال اوراكل هناك ولا ايه؟ شغال اوراكل؟ ماشي طيب، هقول عشان كده بس، لان هو بس يعني هو بس اختلاف في اللفظ. هقول لك معناه فول باك اب. الفول باك اب ده عباره عن ايه؟ اول فايلز كله يتاخد كما هو بالكامل ويتنقل الناحيه الثانيه باك اب. التالي دي ما فيش مشكله خالص. خلاص كل فايلز هنا نقصد بقى تيبلز. نعم ماشي والله ماشي. خلاص ده الفول. خلاص في بقى الانكريمنتال باك اب. خلاص الانكريمنتال باك اب ايه هو؟ الفايلز ذات هاف بين تشينجد، الملفات اللي اتغيرت بس خلاص منذ لاست باك اب، او من المفروض يقول لاست فول باك اب. معلش معلش انا هفرق ما بين الاثنين. صح صح. بص من اخر باك اب موجود، بمعنى ايه؟ ممكن يكون الباك اب اللي كان قبل ده كان فول خلاص، ممكن يكون الباك اب اللي كان قبل ده كان ايه؟ كان انكريمنتال عادي. خلاص هو بيعمل ايه؟ الملفات اللي اتغيرت من اخر باك اب سواء كان بقى فول باك اب او ايه او ديفرنشال باك اب او اي باك اب من انواع الباك اب، هو بياخد الحاجات اللي جدد بس. خلاص كده؟ طيب ده انكريمنتال. خلاص بيبقى only files that have been changed since ايه؟ منذ last backup are copied. خلاص ده بيزود، بياخد الزيادات، عشان كده يسموه incremental، بياخد الايه؟ الزيادات. خلاص differential backup. خلاص ايه differential backup؟ من جاي من كلمه ايه؟ different. خلاص only files that have been changed لغايه دلوقتي متطابق مع اللي فوق. خلاص ساينس ذا لاست فول باك اب ار كوبيد. خلاص يعني لو انا عندي عملت واحد باك اب فول باك اب، وبعد كده كنت جاي بعديه قمت عامل ايه؟ قمت عامل انكريمنتال، وبعديه قمت عامل ديفرنشال، يبص على اخر فول باك اب خلاص وياخد الزياده وما يشوفش في النص اللي حصل، بيرجع للفول باك اب. بتاخد من اخر باك اب لو قبلها فول باك اب، طب الفول باك اب ده لو قبل منه انترنت بياخد من اخر الباك اب اللي قبل الفول ولا برضه؟ واحد واحد واحده واحده. انت قلت لي النوع الباك اب انت عايز تعمله ايه؟ انكريمنت. لو العف يعني خلاص تمام، كمل السؤال. طيب انتهيت منك. طيب هي نفس المعنى بياخد ايه؟ الديفرنشال هو اللي بياخد الديفرنشال الكوميوليتيف او اللي هو الانكريمنتال كوميوليتيف او الانكريمنتال ديفرنشال.
يعني ايه انكريمنتال ديفرنشال؟ مش فاهم. هو اسمه كوميوليتيف او ديفرنشال؟ ماشي، هو نفس المعنى. كوميوليتيف للفول والديفرنشال للديفرنشال. لا الديفرنشال هو اللي للفول. هو في الاوريكال. لا مش حاجات اوريكال، ده معنى معروف. ان انا لو قلبت كده، لو قلبت صفحة مثلا، انا الفهم التالتة بتعمل ايه؟ قلنا الدنيا بتاخد تحت الزيت وبتخدم. خدنا واحدة فول باك اب، بت بتحفظ التابل كامل، بيحفظ الداتابيز بالكامل. ماشي. خلاص بكل اللي فيه. ماشي. خلاص كده. بعد كده عملنا واحد ايه؟ واحد انكريمنتال. الانكريمنتال اللي يشوف ايه؟ والله كان ابي كان اخر باك اب ايه نوعه ايه، ايا كان نوعه ايه يشوف ايه اللي زاد وايه ويزود تاني. خلاص انكريمنتال جه بعديه. ايه العمليه يا عم اسمع. خلاص يجي واحد انكريمنتال تاني، يبص على اللي يطلع قبليه ايه، يطلع لعبليه كان انكريمنتال برضو، يطلع لعبليه كان ايه انكريمنتال برضو، فيشوف اللي زاد عن الانكريمنتال اللي فات ويزوده. خلاص ده الانكريمنتال. طب الانكريمنتال اصبر بقى، لقى اللي قبليه ديفرنشال، ياخد برضو شوف اللي زاد ويزوده. خلاص ده الانكريمنتال. التعديلات اللي تمت يا عمر، ايه الزيادات، اضافه، عدل، حذف كده. خلاص ده ايه، ده الديفرنشال. تعالى مين بقى ده، مين اللي احنا قلنا ده الانكريمنتال ديفرنشال بقى. لا سيبني اخلص من ده الاول، بعد كده اخلص من الثاني واحده واحده. جه بعد دول كل العمليات اللي عملناها دي، قمنا قايمين عاملين واحد ديفرنشال باك. ديفرنشال باك بيعمل بقى، القبليه كان ايه، قول له انكريمنتال، سيبك منه. القبليه كان ايه انكريمنتال، لا سيبك منه. القبليه كان ايه فول، كان فول باك، يبقى هو ده اللي هناخد منه بقى. شوف من ساعه اخر فول، اجيب من اخر فول واقوم ايه وهم زاوية. ما يشوفش كله في النص، يشوف الفول كان اخر ايه ويبدأ يشتغل عليها. ما بين اللي فرق ما بين انكريمنتال ودي اللي فرقت يا عم عمر. خلاص ان الديفرنشال هنا خلاص بياخد مساحة اكبر، لانه بيرجع خلاص للفول باك اب ويلاقي مثلا في خمس تغيرات تمت، واخدهم كلهم مرة واحدة. خلاص كده. لكن الديفرنشال ما بيعملش كده. الانكريمنتال اسف، خلاص الانكريمنتال يبص على القبليه فياخد مساحه اقل. اللي زاد بس هاتهولي، اللي زاد بس من القبليه هاتهولي، سواء بقى كان اللي قبليه انكريمنتال او فول او مش عارف ايه. لكن الاولاني يقول لك لا، ارجع بقى هات لي كله من الاول، من اول اخر فول باك اب هاتهولي. خلاص زميلنا بيسال سؤال مهم. خلاص بيقول لي مع انه بيعلم ولا ايه؟ لا بص معاك، لو جيت بصيت هتلاقي بص، لو انت بصيت حددت الداتابيز صح ومختار ده فول باك اب، وانت ده طبعا الداتابيز ماشي واسمه مش عارف كلام فاضي افتر واون، دي سيبك منهم دلوقتي هحكي لك قصته. لكن ده كل الباك اب ده هيتساب على ايه؟ على ديسك. خلاص كده. ديسك ده ليه ايه؟ بار. الباس ده اخره نورث وان دوت باك، هو ده الفايل اللي عمالين يعملوا عليه ايه بقى القصه دي كلها. فهمت الفكره؟ هو بيشوف اخر حاجه ايه ويقارنها مع الداتابيز ويشوف بقى هيعمل بقى ديفرنشال ولا فول. هنا بالنسبه لك وانت بتفتح كده اصلا في الاس كيو سيرفر مش هتلاقي غير فول وديفرنشال، لكن ممكن نعمل انكريمنتال. بس مالكش دلوقتي تقول لي ازاي موجود. خلاص مش هخلص منكم انا عارف، لكن ممكن بالاس كيو ال انا ممكن اكتب اوامر اعمل فول باك اب واعمل ديفرنشال باك اب واعمل انكريمنتال باك اب واعمل انواع غير الثلاثه دول كمان. طبعا انواع بس انواع يعني ايه، انواع مش انواع رئيسيه. يعني ممكن تقول لي ما هو ده زي الديفرنشال، اقول لك ما هو يعتبر نوع من انواع الديفرنشال. فاهمني ازاي الفكره؟ طب ما ده برضو يعتبر انكريمنت لوك. ايوه ما هو يعتبر يعني بيصنفوه، بس التصنيف النظري اسمك منها. خلاص الاخر خلاص ما عادش نخش في تفاصيل كتير. انت عندك فول باك اب وعندك ديفرنشال باك اب، بس مفروض ان انت تبقى عامل فول باك اب في اول مره وكل مره تزود ديفرنشال باك اب عشان تحافظ على المساحه. خلصت القضيه. بدل ما اخد كل مره 20 تيرا بايت، فاكرين سؤال بتاع 20 تيرا بايت، كل مره فول باك اب 20 تيرا بايت، كل مره 20 ب 20 تيرا بايت، 20 تيرا بايت، 20 تيرا بايت، تلاقي الجهاز بقى ايه بيبوظ بيانات.
خلاص تطلع على الكيبورد ولا حاجه. فتعمل ايه الحل؟ ايه الحل؟ تاخد اول فول باك اب وبعدين تقوم عامل ايه ديفرنشال. ديفرنشال ياخد بس اللي زاد بس, فتلاقي ميجات حتى ايه يعني يوصل حتى 100 ميجا 200 ميجا مش قضيه, لكن اخد كل مره 200 تيرا 200 تيرا 200 تيرا, ده حاجه تطير الدماغ خالص. ايوه ما هو مع نفس الفايل اهو, فالفايل جواه كل حاجه, هو فايل مقفول متشفر. في بقى في علامات وماركس بيرجع يجي يقارن عشان يعرف يقارن هو واقف فين ومش واقف فين وباك اب ايه وما باك ابش ايه, وانت انت ولا انتش داري انت ما تدخلش في القصه دي. اه لا مش فايل جديد خلاص. خلاص في هنا بقى في اختيارات. خلاص اول خليه في الجنرال. في هنا حاجتين مهمين جدا. افتر يعني ايه؟ فممكن تحدد بعد كام يوم اذا الباك اب سيت ويل اكسباير, يعني يبقى ايه؟ يبقى الباك اب ده خلاص يعني يعتبر مدته انتهت. او تحدد في يوم كذا خلاص الباك اب ده كده يبقى ايه؟ يبقى وقف, يبقى خلاص انتهى. خلاص كده؟ بحدد المده اللي كل شويه اخد منها باك اب, يعني يعني ميعاد الباك اب يكون انتهى, فالمفروض يبقى في باك اب ثاني. فهمت حاجه؟ تمام. بحدد المده اللي الباك اب اللي انا المفروض ما ينفعش ان انا احدد قصده من القديم. لا مش هيتمسح, مش هيتمسح, هيتجدد. هيتجدد القائمه نفسه. ايوه ممكن تجدده بتفهم من نفسه وعلى ممكن على تايمر. لو الفول باك اب وبتعمل فول باك اب فول باك اب وانت شغال اه على طول فول وخلاص هتلاقي نفسك عملت ايه؟ اسمع خلاص هتبقى عامل مثلا زي ما قلنا 20 تيرا خلاص, تيجي في الميعاد الثالث معاك 20 تيرا, تيجي في الميعاد الثالث معاك 20 تيرا, خلاص انت كده دخلت في 60 تيرا وانت قاعد ما عملتش حاجه. خلاص حلو الديفرنشال مش كده. خلاص انا واخد 20 تيرا اول مره فول, بعدين عامل ايه؟ يقول لك آه والله احنا تمام بس بالظبط كده. انت تقدر تضيف على الفول ده امتى؟ هو بيضاف على الفول على طول يعني المده ده. هو هما الاثنين, ما هو في الاخر هما الاثنين التغييرات اللي تمت, بس بدل ما انت بتاخد ملف ورا ملف ورا ملف خلاص, وكل ملف عمال يترمي بالشكل دوت ورا بعدين بالكامل, وملف ثاني باك اب ثاني بالكامل. يعني مثلا الباك اب ده هنا اصلا غلط دلوقتي, مكان يفضل حاطه فيه ثاني. خد بالك من حاجه, وانت بتعمل باك اب عشان تسيبه في نفس المكان؟ انا مش فاهم. انا تاخدوا ضمن بالكم يعني انت بتفك باك اب فايل. هو بيقول كده احنا بنعمل ريستور قصه الانكريمنتال ليه, فاحنا بنعمل ريستور بنرجع بالفول وبعد كده بنكمل بالظبط. انا اقصد بقى يعني هو بعد كده بيبقى كذا فايل. ايوه من الواحد ما ينفعش تقصد كده؟ ايوه طبعا طبعا هضمه بالظبط. لا كده انت بتتكلم صح, انت بتتكلم في مرحله مش باك اب, بتتكلم في مرحله اسمها الريستور. خلاص انت بتتكلم على الريستور وانا وبرجع. خلاص دلوقتي انا لسه انا دلوقتي باخد البيانات على جنب خلاص. وطبيعي لما بتبكى بالحاجه ما بتسيبهاش في مكانها, ده طبيعي. انت بتاخدها بتنقلها في حته ثانيه عشان يبقى يعني امان, امان اصلا ليك. انا واحد الباك اب اللي خدته الديفرنشال مش الفول. اه مثلا الفول بتاعي ده مثلا اغلب الدماغ في الحيط خلاص انتهت كل حاجه باظت. ايه تلي حلو ان كل فتره تعمل فول, بعد فتره معانا اعمل فول مضغوط. ممكن اعمل فول في الاوضه يا راجل. يا جدعان انا ما بتكلمش. استنى بس انتوا بس مش لكم حاجه. انا دلوقتي مش بفرق ما بين الاستراتيجيه اللي انت بتتبعها في الباك اب والحفاظ على الباك اب خالص. انا بفرق ما بين انواع حقيقيه موجوده خلاص. لكن انت ممكن تيجي تقول لي ايه احنا نعمل ايه؟ نعمل فول باك اب الساعه
مثلا 6 الصبح عشان كل لسه الموظفين ما جوش خلاص، لان الفول باك اب لازم الداتابيس كلها تقف، لازم حد يشتغل عليها، ما ينفعش اثناء الباك اب حد يكون شغال يعني كل يقف. لا 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 تبدا تعمل مشاكل، لازم كله يكون واقف. لو ياخد سناب شوت زمان، لو خد سناب شوت انا عايز سناب شوت وخلاص. لا طبعا كلها كامله يعني، ما فاتناش غير سؤال واحد والله التسجيل كله. ممكن نتكلم على العنوان انت بتقول؟ لا بس نحل اسئله الباك اب، احنا قلنا الباك اب كده على السريع نحل طبعا اسئلته. طيب يعني خلي الاندكس ويبقى نحل اسئلته بعدين. اما فيش بعدين اسكت يا عمر، بعدين اسكت يا عمر، خلينا نطلع الاسئله. يا ابني انا وصلت حاجه و60 وما لقيتش، تقول لي 27. ده ايه؟ في رقم 110 ده اللي احنا 110 حليناه صح؟ كان فين؟ صحيح سؤال 27؟ ايوه 27. تعال بص على 27. سؤال 27 بيقول لي ايه؟ سؤال 27 صفحه 18. خلاص بيقول لي ايه اول واحد؟ بيقول لي الفول باك اب از ا كوبي اوف اول ذا داتا ان ذا انتاير داتابيز، يعني الداتابيز كلها عموما. يس يبقى 27. ما تنساش تحل ورا، ما تحلش مكانك. كده كنا يعني 27 مترقم غلط. ماشي مش مشكله، اكتب ايه؟ اكتب واي، اول واحده واي. ثاني واحده الترانزاكشن لوك باك اب باكس اب اول ذا داتا ان ذا داتابيز. لا طبعا مفيش اي بيانات اصلا خالص، يبقى نو. الترانزاكشن لوك اللي كنا لسه بنتكلم عليه، اللي هو بيقول لك حصل كذا حصل كذا حصل كذا حصل كذا، بيقول لك بيشيل كل البيانات، مفيش اي بيانات اصلا خالص. حصل يعني حصل ديليت، حصل انسرت في ترانزاكشن تم فيه. لا مش الجمله، مش الجمله. لا 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 البيانات ذات نفسها مش موجوده، البيانات ذات نفسها مش عرفت مين اللي عمل اللي عمل. ايوه بالظبط، لوج كل واحد دخل، وفي واحد دخل عمل لوجن، وفي واحد خرج، وفي واحد عمل لوج فايل مكتوب فيه كل الترانزاكشن اللي بتتم. خلاص الديفرنشال باك اب كوبيز اونلي داتا يسيب البيانات that was the change before after after بعد الدور after النهارده كده خلاص. يبقى الاخيره نو اه ده لسه ربنا مسهل قوي. خلاص طب الفايل او الفايل جروب ريستور، ده انا بتكلم على الريستور، احنا ما كناش لسه على الريستور. سبيسيفاي ا بورشن، بس السؤال سهل يعني، اوف ذا داتابيس تو ريكفر، يعني بيقول لك انك تكون شغال على فايل ريكفر او فايل جروب ريكفر، يعني ما عايز يقول لك الفايل ده قلنا انه بيتعامل معامله التيبل يعني. خلاص لو كنت بتاخد جزء وتقعد تبكبه يعني، يعني جزء من الداتابيس مش كل الداتابيس، يعني مجموعه من الجداول تعمل لها باك اب او جدول واحد تعمل له باك اب. خلاص وممكن تكون ممكن تمشي الفكره على كذا داتابيز، يعني ممكن اوريكم مره اعمل لوب واقوم باك اب مجموعه داتابيز. خد يا لمبه، خلاص خلاص خد يا لمبه، عاد فلاش اخر اثنين هنقولهم هنقولهم. كنا بقول ايه؟ اسمه ايه هو؟ حضرتك انت شو عندك؟ 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 مش 5 5 5 كنا بقول ايه بقى؟ اسكور يبقى لو انت مكابير جزء
خلاص بيرجع بورشن يعني جزء من داتابيس تو ريكفري. يعني انت تيجي ترجع بترجع جزء واحد بس من الداتابيس ما هو صح اصلا وقفل الجروب ده بيرجع لك واحد خلاص يبقى يس. وهكلمكم عليه بالتفصيل المره الجايه ان شاء الله بس انا هحله بالمره ده ايه يس. خلاص اخر واحد الانكريمنتال باك اب تايب اوف باك اب وير اونلي فايلز ذات هاف بين تشينجد سينس ذا لاست فول باك اب. قلنا ايه ايه يا جدعان احنا قلنا ايه قلنا الانكريمنتال الانكريمنتال ما يفرقش معاه فول باك اب اي باك اب اخر اي باك اب خلاص يبقى نو. ما احنا بقول غلط يا عم تقول لي لا ما انا بقول لك ايوه لا ما انا بقول لا مش كده يا هنعيد تاني ان شاء الله الباك اب وال مش عارف والله احنا اللي معاد تاني ولا ملناش معاد تاني. طب انا استاذن بس من